قرية ترشيحة في الداخل الفلسطيني المحتل قرية يؤكد أبناؤها على العودة إليها ولو بعد حين، يتواصلون مع بعضهم البعض أينما كانوا ويعززون وجودهم بكافة الإمكانيات المتوفرة. ومن هنا تستمر العودة من شجرة عائلات ترشيحة قبل النكبة وصولا إلى مبادرة ترشيحة حكاية وطن، المجموعة الافتراضية على فيسبوك التي تلملم جرح اللاجئين والتي تحولت إلى وطن التراشحة من مختلف أماكن تواجدهم حول العالم. الحاجة من وراء إنشاء صفحة افتراضية كهذه هي خلق وطن بصورة أو بأخرى يجمع أكثر من 90% من لاجئي ترشيحة في الشتات. اكتشفنا أنه عن جد ترشيحة حكاية وطن، والناس هدول عندهم كتير حاجة أنهم يشاركوا هاي التجارب، يشاركوا هاي القصص وهاي الروايات اللي سمعوها من أجدادهم ومن أبائهم. تاريخ ترشيحة زي تاريخ فلسطين، جزء منه بقي بالوطن الأم وجزء منه راح مع اللي طلعوا من هنا، فاللي طلعوا من هون يمكن كان في عندهم حاجة أنه يشاركونا بإيش أجدادهم شاركوهم، وحاولنا من خلال هاي التفاصيل ننسج القصة الكاملة. وجودي بمجموعة ترشيحة حكاية وطن عرفني على كثير ناس من بلدي ومن الأخت نزار، وكثير يعني كثير أشخاص أو علاقتي بأهالي بلدي وأو أمالنا كلياتنا لنرجع على بلدنا وحبنا لبلدنا، ومثلا التواصل مع الناس الموجودة بجميع أنحاء العالم اللي هن مننا وفينا أو علاقتنا فيهم. يعني إحنا كتير ناس كنا ما نعرف عنا شيء، ما نعرف مين هن أو معارفنا فيهم. لاجئو ترشيحة من كل حدب وصوب انضموا إلى المجموعة، شاركوا قصصهم ومشاعرهم وأحلامهم، فلم يتوقف حلمهم عند منشور صغير على الصفحة وتعليق وإعجاب ومشاركة، بل وصلوا إلى الوطن الحقيقي ترشيحة الواقع شمالي الداخل الفلسطيني المحتل. واحدة من النتاج بقدر أقول للصفحة، غير إنه إحنا ربطنا أواصر العلاقات بين التراشحة، في كتير منهم زاروا ترشيحة، بالذات التراشحة اللي معهم جوازات سفر أجنبية وحققوا ولو حلم العودة زائرين. شو كان شعورك عمي لما بلشنا نطلع من الساحل باتجاه ترشيحة؟ والله أنا شعوري من قبل ما تهبط الطائرة كان شعور إنسان مغبون بوطنيته، إنسان مغدور من العالم، ولذلك يعني كانت كل هذه المناظر تثير عندي القلق على هذه الأراضي وهذه البحار التي نراها والتي اغتصبها المحتلون، واتجاه أبنائنا واتجاه أبناء جيراننا، أن نرسخ لديهم حلم العودة دائما حتى يبقى في الذاكرة حق لا ينسى. البيوت تنتظر عودة أصحابها، ولن ينقطع الأمل ولو للحظة لتحقيق العودة الفعلية، فهذا الجرح سوف يشفى لا محالة. من ترشيحة في الداخل الفلسطيني المحتل، روزين عودي، رؤيا.